بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور حميمي زين الدين. كيف أحوالكم جميعا؟ حاليا يواجه متعلم اللغة العربية صعوبة بالغة وخوفا شديدا من التحدث باللغة العربية، ولكن هناك عدة طرق بسيطة تجعلكم تتحدثون اللغة العربية بشكل طبيعي وسهولة. يجب أن تعدوا أنفسكم إعدادا جيدا، وأن تكونوا على ثقة تامة في أنفسكم وقدراتكم بأنكم قادرون على التحدث باللغة العربية الفصحى، وأن لا تخجلوا من أنفسكم مهما انتقدكم الآخرون. فعليكم في البداية أن تتبعوا هذه الخطوات. الخطوة الأولى أي الاستماع. يجب عليكم في البداية أن تستمعوا إلى المجموعة من الخطب والأحاديث من خلال الصوت أو MP3. استمعوا إلى خطبة سياسية يتحدث فيها الخطيب إلى الجمهور باللغة العربية الفصحى، واستمعوا إلى خطبة دينية ينصح فيها الإمام الآخرين باللغة الفصحى. ثانيا أو خطوة الثانية أي المشاهدة. شاهدوا مسلسلة أو سلسلة وأفلام تاريخية وحديثة بشرط أن تكون باللغة العربية فصحى، وانظروا ودققوا أذنيكم إلى البطل من حيث طريقة نطقه باللغة السليمة. والخطوة الأخيرة أي القراءة. اقرأوا مثلا الكتب أو الجرائد بصوت مرتفع ومسموع في غرفتكم، وتخيلوا أنكم تتحدثون أمام الآخرين. وقرأوا جريدتكم المفضلة بصوت أيضا مرتفع كأنكم تخطبون أمام الناس خطبة من واقع الكلام المكتوب. وفي خلاصة، سوف تجدون أنفسكم بعد كل هذا التدريب أو خطوات والتقاليد الممتعة قد اكتسبتم من خلالها طرق الكلام والتحدث، وكذلك اكتسبتم معلومات فريدة وجديدة من خلال قراءتكم واستماعكم ومشاهدتكم للآخرين، وسوف تجدون تتحدثون بهذه اللغة بطريقة سليمة وصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.